جديده من وشوش. ضيف حلقه النهارده ضيف خارج اي تقييم، ضيف خارج اي مقدمه ممكن اقولها، ضيف تاريخ وقيمه وقامه وفن. وضيف حلقه النهارده النجم الكبير والفنان الاستاذ رشوان توفيق. اهلا بيك. مفيش كلام ينفع اقوله عشان اقدم حضرتك يعني محتاجين حلقات عشان نقول مقدمه عن حضرتك. ربنا يخليك. منورنا ومبسوطين طبعا بوجودك النهارده معانا. انا اللي سعيد بيك وربنا يوفقك يا رب. ميرسي جدا لذوق حضرتك يا رسول الله. ربنا يخليك. خلينا نبدا بقى. حضرتك عملت فوق ال 200 مسلسل. ايوه واكتر طبعا يعني. انا ما عدتش انا فوقيت اكتر 250 اكتر. ايه سر عشقك للشاشه؟ والله هو مش انا حبيت التمثيل كتمثيل يعني. ابويا كان بحب الفن الله يرحمه، وامي كانت اوليه يعني. انما انا جيت في سنه 47 الاستاذ بتاع الرسم كان هو دخل معاه التمثيل بس ما كملش يعني. بقى مدير مدارس بعد كده يعني. اختارني عشان امثل في رابعه ابتدائي. فده بالك فاول دور عملته في حياتي على الدكك كده يعني دور سيدنا عمر بن الخطاب ويتعسس الطمن على الرعايه بالليل. ده في حاجات دمها خفيف لان انا ايه واحنا مصريين كبار. لقيت حسين الشربيني بيقول ايه؟ جوعان يا امه. قلت له انا يعني انا كنت اللي بقول جوعان يا امه. هو اللي كان معايا في العرب. كان معايا في المدرسه. كان معايا في المدرسه بس انا بقى كنت برضه مشهور في المدرسه عنه يعني. فانا بيقول لي جوعان. قلت له لا يا عصي جوعان يا امه. قال لي ما انا كنت بقول جوعان يا امه في المسرحيه. في المسرحيه مع حضرتك. وبعدين بقى جيت بقى انا عشقت التمثيل. يعني اذا شفت فيلم بالليل اشوفه نايم. اشوفه وانا نايم تحلم بيه. احلم بيه. ولذلك يمكن ربنا تبارك وتعالى انقذني. لان في ناس ما كملوش توجيهيه ايامنا بسبب حبهم للتمثيل. سابوا التعليم. لا انا كان يضرب الجرس بدل ما اخش المدرسه اروح السينما والعشره. ففي ناس ما كملوش. انا بقى جيت في كان عندنا شهاده اسمها الثقافه في ثانيه ثانوي والتوجيه. رحت ممتنع التمثيل عشان اخش مع التمثيل. امل ان ادخل مع التمثيل كان شيء رهيب جدا. صعب جدا. اولا كان في نهضه مسرحيه في المسرح المدرسي. تمام. يعني اما اقول لك كنا عارفين مثلا جلال الشرقاوي في الخدوي اسمها الخدويه، كرم مطاف، علي مبارك، حسن كبيرة، خلو اسماعيل. يعني الممثلين دول كلهم عارفين بعض وهم في ثانوي. اما بقى بيجي الامتحان بقى بتاع دخول المعهد. كان مين اللي بيمتحن الناس في المعهد؟ مين بقى؟ هيجي بقى دلوقتي اختبارات المعهد بقى. ايام نعنا كان عزيز باشا اباظه رئيس اللجنه، وبعدين الراحلين جميعا حسن رياض، احمد علام، عبد الرحيم الزرقاني، اصغرهم كان نبيل الالفي. ياه. اصغر عتاوله مخيب. اسامي كبيره. اسامي كبيره. عتاوله المسرح بقى. يعني انا اقول لك البناوير اولا مسرح القومي. والبلكون كله مليان هواه المسرح. الله. من طلبه مليان. بالاضافه ان انت في يوم ده انا اول يوم اول دور مثلته في حياتي وانا كنت في ثانيه في المعهد لقيت استاذ حمدي غيث بعت لي دور في مسرحيه خطيره جدا اسمها صوت الموتى، استوعبت جميع الممثلين. ففي عسكري ارستقراطي كان دور خد بتاع تلت ساعه لغايه المسرح. فانا رحت البروفا الساعه 10 الا ربع. اول مره اروح في حياتي بقى. مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. قاعد قدامي حسن رياض اتخضيت. ما عرفتش تمثل. ان حسن رياض يقعد قدامي وانا قاعد على الترابيزه. حاجه عملاقه طبعا. لا يعني بقول لك والله يا بنتي الواحد كان بيحس ان رجله بتعمل كده وهو واقف على خشبه المسرح. وبعدين اللي بيكلمك احمد علام. يعني دور عليك الاضاءه وشوفك شكله ايه. كان امتحان رهيب. وبعدين زمان استاذنا الراحل الكبير حمدي غيث كان يحب شخصيته عطيل قوي هو. وكان رئيس اللجنه بقى ايام حمدي غيث بقى صلاح الدين باشا وزير الخارجيه. وكان بيحب الفن وابنه طلع مخرج بس ما اعرفش ده يعني راح فين.
المهم حمد الرئيس بيحكي بيقول اول جمله في عطيل بيقول يا لها من اخذة بالقلب شاطرة اخذة بالقلب. فالدكتور صلاح الدين بقى اشعل له ايه كفايه، قال انا سقطت، كان بيحكي في المعهد افتكر ان هو سقط طلع الاول على الدفعه نجح وطلع الاول. يعني صلاح الدين باشا من جمله واحده اكتشف ان في ممثل كبير سبحان الله حمد الرئيس فكان دخول المعهد ده شيء صعب جدا. انا بقى حبيت تمثيل، يعني انام اصحى بتحلم بيه، بحلم بان اكون، يعني ما صدقت ان انا نجحت في دخول المعهد، ما صدقت ان انا نجحت في دخول المعهد. يعني طبعا كنت سعيد جدا لما حضرتك نجحت في المعهد. هو ده يعني انا كنت دخلت الحقوق مع التمثيل مع بعض تمام الاثنين، بس كليه الحقوق ما تحب الشريك، يعني صعبة، ما ينفعش تعملها صعبة وتعمل حاجه معاها. ايوه كليه عايزه تفرغ بالاضافه بقى انا طلعت سنه ثانيه في الحقوق، انما بقى المعهد كان بالليل، كان بعد الكليه بعد الظهر، وبعدين في محاضرات في كليه الحقوق بعد الظهر، فانا عندي المعهد اهم. وبعدين انا كنا اقوى فرقه مسرحيه في الجامعات كلها. كان فيها مين بقى يا استاذ؟ لما تشوف كان فيها احمد توفيق وكان فيها بدر الدين جمجوم وعثمان محمد علي، واحنا اللي بناخد الكاس كل سنه في كليه الحقوق على فكره على الجامعات كلها. وجامعه القاهره كنا بنجيب لها الدرع كل سنه في كليه الحقوق في التمثيل. ما هو كان بقى جامعه عين شمس والقاهره واسكندريه، الكليه اللي طالعه الاولى على جامعاتها تخش مسابقه مع الايه؟ مع الكليات الثانيه. فكانت الحقوق على طول، وبعدين هو بقى كان حمدي غيث وعبد الحفيظ الططاوي كل دول اسامي كبيره. وبعدين كرم مطاوع كان هو عين شمس ونجيب سرور كان عين شمس، كل دول يعني الحقوق كانت. والغريب ان انا يعني ما اعرفش هل كرم خد الليسانس ولا ما خدوش، مع انه اول دفعته بس سافر بره كمل بره يعني كان عبقري. المهم هو مع التمثيل كان بالنسبه لي هو حياتي، بس يعني الفنانين عاطفيين جدا، ما كانش في مستقبل. ما كانش في مستقبل بمعنى ايه؟ لان المسرح ما خدش من 55 الا على عدد، يعني خد عبد الله غيث الضفراوي ابو زهره ابو زهره 60 محمود الحديني حسن يوسف بس، انما كل خارج المعهد ما بيتاخدوش في اي حته. فاما ربنا كرمنا بقى واحنا اشتغلت بقى انا في التلفزيون انا اشتغلت كل حاجه في التلفزيون. انت حضرتك اشتغلت مذيع ومدير استوديو ومذيع بقى انا كان صديقي بقى حسين كمال وابراهيم الصحن وكل دول مخرجين شبان يعني ما كانوش اخرجوا دراما ولا حسين اخرج دراما كمان. فانا قلت يمكن لما ابقى طبعا اما ابقى اطلع على الشاشه يمكن حد يقول لك ده ينفع يمثل او حد يكتشفك يعني حد يكتشفني يعني. بالاضافه انا كنت دايما متاثر بعائلتنا نجيب بدل بسداري بتاع كده يعني. حسين كمال بقى لازم انت نادي الشباب تلبس سبور بلوفرات عشان البرنامج. هو كان خريج الايديك في باريس يعني، فقال لي انا عندي بلاب بلوفرات فكل اسبوع حسين يجيب لي البلوفر كل اسبوع يجيب لي بلوفر اطلع بيه تطلع بيه وروح واخده ومروح. وكان حسين برضه ما اخرجش دراما فكان اول حاجه البرنامج بتاع حضرتك يعني كان بيخرج البرنامج بتاعي والتنفيذ بالليل. البرنامج كان فني؟ احنا بقى كل حاجة مرتبطة بالشباب كنا بنعملها، يعني بننزل نروح النوادي نجيب مثلا العقيد جمال النظيم من ضباط الأحرار كان ماسك منظمات الشباب كلها جاي معانا في البرامج، يعني كل حاجة خاصة بالشباب جاء بقى واحنا بنشتغل بقى فكرنا مسرح التلفزيون، يعني عزة العلايلي رحمة الله عليه وأحمد توفيق وأنا حتى عايز اطلع لها لي كنا في ندوة رحمة الله عليه من كام سنة وكان فيها نجمة ملكة المسرح العربي سميحة أيوب طبعا طبعا حكى المسرح التلفزيون ده
عزت العلي رشوان توفيق احمد توفيق. انتوا اللي اسستوه اصلا؟ احنا اسسنا من فرقه 200 نجوم، الفكره كتبناها للدكتور حاتم، وانا بعتبر الدكتور حاتم ده في اي حديث اتكلم عنه انه وش الخير. فعمل مسرح التلفزيون وجاب لنا بقى عبقري، انا بعتبر سيبك من عبد الموجود وعبد الموجود اللي كان بيعمل سيد بديل ده زمان، لا شخصيه عبقريه سيد بديل. طبعا طبعا ده انا دخلت له مره المكتب ما كانش موجود، فلقيت في شوف بفكر في ايه، لقيت الاوضه مليانه قلم رصاص. ليه؟ في الارض. ايه السبب بقى؟ يبروا له مثلا 40 50 قلم بيبقوا محطوطين قدامه كده علشان ايه؟ القلم يغلط يرمي. يعني عطفته ما عندوش وقت يفكر عندوش في لا وما يقطعش حد تفكيره. هو بيكتب في المشهد. اسامه الركاشه رحمه الله عليه قال لي انا بخرج من المشهد بنهج. يعني لما بيكتب مشهد عشان بيكتب باحساسه فكان بيقول انا بخرج من المشهد بنهج. فكان سيد بير كده، بالاضافه بقى ان سيد بير ما بينامش. ما فيش قدرات النوم بينام وينام كده. اشتغل 20 ساعه بعدين. شايف امك ما قدراش تفوتني، هي اللي هتموت مش انا. عشرة عمر يا ابني، عدينا السبعين انا وامك. لو بالحزبة اللي في راسك يبقى ما نفتكرش بعض انا وانيسة، وانت ما تفتكرش مراتك في حزبة تاني. ليه يا استاذ رشوان زمان لما بنجيب الاسامي بتاعت الجيل بتاع حضرتك ده ما فهمش حد وحش، يعني ما فهمش حد نص نص، كلهم عظام، جيل كله عظام. ليه كده؟ حبوا الفن وما كانش فيه فلوس. ما هو الموضوع مش مادي، ما كانش يعني. مادي حب الفن. يعني انت بتقول اسامي كلها تخض، ما فهمش واحد نص نص، وكل الجيل بتاعنا يعني حبوا التمثيل وما كانش فيه فلوس. يعني حتى على بعد ما بقينا مختلفين كانت التلفزيون عامل اجور محدده. مفيش حد بياخد مليون ولا بتاع ده. بيبتدي 8 جنيه 4 جنيه الاول كومبارس، يعني يتكلم 8 جنيه 12 جنيه خارج معهد العالي في المسرحيه، 16 جنيه 20 جنيه 30 40. انا هقول لك حاجه غريبه جدا، انا كنت تزوجت وانا طالب في الجامعه، فجبت معاتي صغيره عايزه انا مع التمثيل كنا في الزمالك هنا اروح بدري، ففوجئت الاستاذ حمدي الريس بعت لي دور في مسرحيه اسمها ثوره الموتى. فانا كنت قابل حزم يقول لي احنا بدونا كل ليله 50 قرش في الليله في العرض، يعني طب ده 50 قرش يعني يعمل في الشهر 15 جنيه، ده ايه رقم كبير اكبر من. فالمهم ايه، لقيت دور استاذ حمدي الريس بعت لي دور، خدت على خشبة المسرح تلت ساعة مع إسلام وأنور إسماعيل والحاج محمد السبع. المسرحية استوعبت جميع ممثلين المسرح القومي اسمها ثورة الموتى. فالأستاذ سعيد خطاب عبيد المعهد قال لا لا لا، الأولاد كده أخلاقها تخسر، ياخد 50 قرش في الليلة، ده جاي يتعلم إنه يقعد في وسطيكوا يتعلم. يعني جت على حظ حضرتك. على بختي على بختي راح منزلها لريال وباريزه. يعني بتاخد في العرض 20 قرش كان يركب بيه تاكسي والصبح يجي يركب مواصلات رمواي تاكسي على اتوبيس. انما انا اشتغلت الشهر ب 4 جنيه ونص وراح الله يجعل على ارضيها الجنه. رجع حسين تقول ايه؟ ده احنا كنا بناخد ريال وباريزه. طب من وجهة نظر بقى حضرتك ايه الفرق بين الفن زمان ودلوقتي؟ يعني دايما لما بنتكلم عن زمان يبقى له كده تقله غير الماديات، يعني غير الماديات. هو شوفي حضرتك، اولا يعني طبعا الممثلين جيدين، الشبان ممتازين، والبنات ممتازين الحديين.
يعني الحقيقه يعني تمام. ما اقدرش اقول ان هم لا المنظومه نفسها يا استاذ فوانيس المنظومه اختلفت في ايه؟ مش الممثلين ايه؟ يعني كان زمان المؤلف يعني انا اسامه انا رقاشه مثلا هو راوي وقصاص، فخر الدين صلاح اداله او قال اداله سهره من السهره دي درس السيناريو بالاضافه قراءاته بقى اللي عملها وابتدى اسامه انا رقاشه يكتب بقى صح. انت خد بالك هي بقى الـ 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 الفكره ان كان هناك افكار انما يعني كان اولا رقابه التلفزيون الخلاف بينها وبين اسامه انور عكاشه على مساحات الحريه صح في الكلمه، انما ما ينفعش ان يتقال لفظ خارج ابدا، فيقول لك الكلمه الفلانيه في الصفحه الفلانيه السطر الفلاني تتشال، ده كلمه ما فيهاش حاجه، لان انا لسه شايف مشاهد يعني بالاب والام بيتقال دي حقيقه يعني. والمخرج الكبير محمد فاضل قال قبل كده يعني قال يا عالم التلفزيون للاسره صح، التلفزيون للاسره مش المفروض الاولاد يسمعوا الالفاظ والحاجات انا مزبوط. شفت مشهد بس ده ابني ما اقدرش اقول عليه الولد اللي انا هقول عليهم دول ولادي يعني بس طب المؤلف هو اللي عامل مشهد بين رانيا فريد شوقي وبين محمد رياض حبيبي بيضربها وبين على ابو خشة يعني الورق كده المشهد اللي انا شفته بالاضافه انا اشوف مشاهد يعني ده لازم ضرب بمساوئ والشوم يبقى خمس دقايق ما كانش بيحصل ده لا ولذلك انا شخصيا رايي الشخصي ان لا امل الا ان يعود الانتاج للدوله مره اخرى بشكل مباشر يعني المرحله بتاعت الاستاذ ممدوح الليسي وكانت وقتها مدينه الانتاج وسوق القاهره وكان في جهات كتير استاذ يوسف عثمان كان قطاع الفيديو قبليه قطاع الانتاج وبعدين بس يعني يوسف عثمان هو اللي عامل ليالي الحلميه صح يعني حتى كان مره كان في قواعد يعني مثلا الاستاذ يوسف عثمان قال لي قال كان بطل الحقيقه لليالي الحلميه هو محمود ياسين وسعيد صالح مش يحيى الفقراني وسعد السعداني ولا صلاح السعداني انما طلبوا يتعدل اجرهم انما القانون كان ما فيش تعديل فتغيرهم اتغيروا وجا سعيد وجا صلاح السعداني والدكتور يحيى الفقراني وعملوا العمل وقروا ما يمكن كتابه وتمثيل وشيء انما انا يعني ما بشوفش كتير قوي دلوقتي انا ما الاقي مثلا ضرب بالشوم وطبعا يعني مش مساله ان ينزل تحت الطبقات الممثلين برضو بيفرحوا ما يطلعوا يعني انا شفت مشهد واعجبت بالممثل جدا يعني صايع وبتاع وما اعرفش ايه وبيقول مشهد مهم جدا قلت ايه الواد ده جميل قوي ده مين ده وبعدين اكتشفت في الاخر انه الوسيم احمد عز بس موسخينه احمد عز يعني عشان يبقى عشان يبان ان هو صايع او الدور عامل كده بقى الدور كده ما ينفعش لابد ان يرتفع التاليف يعني انا بقى انا ما بدفعش كتير بس شايف ان عبد الرحيم كمال طبعا كاتب سيناريست مهم جدا شيء طبعا شيء عظيم افكاره جديده بس انا ضد ايه بقى الضرب والالفاظ الخارجه الحاجات اللي الاولاد بيتعلموا من ده ولا ضرب زميله بالموس في القبول في وشه يعني اما نشوف الضرب ده مش كويس انما لما كنا لما نتفرج على يعني اللي جلال عبد القوي شوف طبعا الليل واخره والحاجات اللي عملها الدراما كانت اجتماعيه اكتر أيوة وبتناقش قضايا يعني المخرجه الكبيره رباب حسين وعملت الليل واخره انا رايي كنا في ندوه فيها بتاع
10,000 واحد يعني. فأنا قلت هذا المسلسل مسلسل ديني، مش لازم بالدقون، مش لازم باللبس العربي عشان يبقى نعم مسلسل ديني أو تاريخي زي اللي عملها الأستاذ ممدوح الليسي. قلت هذا مسلسل ديني تربوي لأن أما هو حب الغزية، والغزية بالنسبة لي أنا بحللها يعني هي الدنيا، هي الدنيا، وربنا اداله خد مال اخواته ووصل عطاه الله بلا حساب. بعد ما عطاه بلا حساب العيال قتلوا بعض واقتتلوا ولاده، ولما جاي يروح لامه قابل الغزية في القطر، قابل دنيته في القطر، نزل راح نام مصحيش، لا خد الدنيا ولا خد الاخر. صح. يعني شوف جلال عبد القوي مضمون شكله ايه. يعني برضه مدام انعام محمد عادل، يا سلام، طبعا الاستاذه العظيمه دي عامله حب واشياء اخرى، وعملت ام كلثوم، وانا اغلب اعمالها عملتها، محمد فاضل طبعا، اخويا احمد توفيق يعني طبعا انا عملت معاه كل حاجه، اشتغلت معايا كل يعني عملت معاه الشاهد الوحيد، وده كان دور شر. يعني بس ما بيليقش على ملامح حضرتك الشر قوي، يعني الناس حابه شكلك. هو شوف انا اعمل اشوف انا اتخرجت من معهد العالي في المسرحيه بشخصيه، انا عملت مشهدين ياجو في عطيل، ده شوف الشر بقى اللي فيه بقى، طبعا مفيش كده. ولذلك انا كنت من عشاق اورسون ويلز العبقري الامريكي ده، كنت كل افلامه لازم اروحها من 10. فاما شفت عطيل اللي عمله، كان جايب ممثل كبير انجليزي ما اعرفش من جلجود ولا مين، عمل ياجو، فاصررت اعمله. لا انا ما عملتوش منه هو بقى، انا شفت عطيل الروسي. عطيل الروسي لقيت ياجو ده فتى جميل جدا يعني. يعني فانا ركب في دماغي ان اعمل ياجو، فانا ما فكرت اقدمه يعني، في لنا زمايل متخصصين يعملوا ياجو بتاع حاجه كده، فانا قلت هامتحن بياجو في البكالوريوس. ف قالوا شلون يعمل ياجو ازاي؟ فالاستاذ علام رحمه الله عليه كان بيدينا، قال ده هو الأمين ياجو. الأمين ياجو يبقى موضع ثقة الآخرين كلهم. صح. بالك فأنا ما عملته، بس أنا بقى عملت بقى إضافة، يا رب اغفر لي إن أنا بقول ما بحبش أقول أنا. عملت وأنا بقرأ في عطيل بقى، لقيت في مشهد بيضحك على رودريجو. رودريجو بيحب ده يدمونا. فشكسبير بقى كاتب مونولوج بيقول ضع نقودا في جيبك واتبعني الى دار الحرب، ضع نقودا في جيبك، ضع نقودا في جيبك، ضع نقودا، ضع نقودا في جيبك، دي حوالي 5-6 ضع نقودا في جيبك، كل واحده بتتقال بلون بطريقه معينه يعني، بلون يعني بيقولوا بيشجعوا اعمل اعمل او حاجات كده يعني. وقبل ما اخش بقى المشهد الرئيسي، اي مولاش قال كان مش الكاس يعرف غرامكم، دي كنت انا لوحدي بقى بعد بقول له اذهب، انا دار الحرب بيضحك على رودريجو، بقى بينفرد لوحده بيبقى وحش على المسرح لوحده. رحمه الله عليه السيد راضي جالي تاني يوم قال لي لازم تبرهني على المشهد ده. سيد راضي ايوه عبقري، هو انا سابقه في الدفعه في الدفعه يعني. فجالي انا ما حدش كان عمل ضع نقودا في جيبك ابدا في المعهد، ضع نقودا في جيبك، ضع نقودا، ضع نقودا في جيبك، ضع نقودا، كل واحده بايه؟ بلون مختلف، قال بلون. فانا اول مره يتعمل كان المشهد ده في دور ياجو، فلازم الشخصيه اللي تبقى شريره كده تبقى ناعمه بس جواها شر، ما تبقاش شكلها، مش لازم تبقى الشكل الشرير. ما هو انت ممكن انت بتخاف من الشكل ده يكون ملاك. صح. وممكن شكل طيب جدا ويكون جواه روح، يبقى هو ده اللي جواه الخبز، جواه روح شريره يعني. صح. فانا اتخرجت بياجو وعملت بقى كمان
الواحد يقعد يكتب ده انت عايزين حلقات بقى. اه ما شاء الله ربنا يديك الصحه. احنا في المعهد كان الاستاذ نبيل الفي بيعمل مسرحيه جهه وزير الثقافه، يعني ما بيخرجش مشاهد يعني، فكان بيعمل دون جوان لمولير، ودون جوان بتاع مولير دي كان هو عمل ترطوف قبل كده فاتهموه بالزندقه وحاجه زي كده، فعمل دون جوان مش دون بقى اللي بيحبه بس، لا ده كان شبيب الكفر وبرك بيحرقه في الاخر. اوه اه ف في زمايل ليا عملوا الدور ما مشيش مع الاستاذ نبيل الف يعني، باين انا اخدت الدور يعني عملته في 15 يوم بس يعني. والله يا ابني يا حياه ربنا بكلمك زي ولادي واحفادي، نبيل الف بيضحك قوي، جاي بيضحك بيقول لي شفت انت الدكتور القصاص بيقول ايه؟ والله 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 بحلف بالله. قلت له كان عملنا ندوه في البرنامج الثاني على بتاع ده، فالدكتور القصاص وده كان شيخ النقاد بقى زي ممدور كده مستوى الدكتور ممدور يعني، قال ابننا اللي عمل الدور ده احسن من الممثل الاجنبي اللي انا شفته. الله والله العظيم سادي استاذ ده 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 الدكتور القصاص اللي قال كده. طبعا يعني انا كنت في البكالوريوس ساعتها بقى في مشهد دمه خفيف هحكي لكم عليه، كنت عامل انا في مسلسل ديني عاملين فرنساويين او حاجه زي كده، وابو زهره شديد ابو زهره بيلعب يوجا وعنيف جدا في الحقيقه وطيب قوي قوي انما في المواقف الصعبه، وانا ابو زهره كده اهو مع بعض، فانا كنت عامل ايه امير ضعيف كده وبتاع، فاحمد توفيق عامل حركه لعبد الرحمن ابو زهره، وشوف احنا دفعه واحده احنا الثلاثه، انه بياخدني عبد الرحمن ولف بيا يلف 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 بيا مسكني بيلف بيا كده، فانا ابتسمت مش ابتسمت يعني ما فيش كده. ابو زهره كان ايه مشهد صعب مانالوج طويل بيقولوا، فاحمد توفيق كان هادي جدا حتى لو انفعل يتكلم بهدوء شديد جدا، قال من الاول تاني علشان الاستاذ رشوان توفيق ابتسم. طبعا الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره بقى عبد الرحمن قال لي بص لي كده قال لي لو ما كنتش انت ما على ايه علاقه بينا ازليه يعني انا حبيبي عبد الرحمن واحمد توفيق بقى، انا بقول لك يعني هو بص لي كده قال لي ادوني 10 دقايق بقى وقعد على الكرسي يعني هو الله يديه الصحه والعافيه كان بيلعب يوجا، انا عرفت ان حسن يوسف اللي معلمه اليوجا بعد كده ده في الاخيره حسن يوسف اللي مش تسال عن استاذك بيتكلم او عمل او حاجة انت لسه ما حققتهاش ما عملتهاش؟ ربنا سبحانه وتعالى من علي منن، والله بتكلم مع الرحمن اقول له يا ربي انا مش عارف هو في فضلك علي ولا نعمك علي، الحمد لله اقول له لو اتنفست كل نفس ما هو فيش ذرة ذرة في عطفك علي، فانا عملت جميع الادوار، يمكن ماليش في الكوميديا الكوميدي لا ماليش لا ماليش انا عملت مسرحيه كوميدي ابيض واسود، انا عملت ادوار يوسف بيه وانا هو صغير، عملت دور وابو زهره عمل دور محمود المليجي، بس انا ما بشوفش نفسي فيها الا ما يكون الموقف ايه بقى محتاج ده بقى خلاص، لا الموقف بيخليك تضحكي زي ما كنت تشوفي كاري جرانت ممثلين كبار دول وتحط في موقف الموقف هو اللي بيضحكك بالظبط الموقف هو اللي بيضحكك، انما ما 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 يعني عندك اقول لك مثلا عادل امام انا بعتبره مع بقر التمثيل طبعا ما
لا بقرأ طبعا. يعني هو أما جاء كان عبد العزيز مكاوي الله يرحمه أخرج لهم المسرحية اللي قلت عليها في أول الكلام. فهو كان عامل في حسين كمال أما جاء امتحانهم في التمثيل. حسين كمال بيحب الشو بشكل كبير. يعني يبهر. فاحنا عملنا مسرحيه اسمها ثور القريه. ثور القريه كنت انا عامل باشا المرفع اللي بيغتصب البنت الفلاحه وكان صلاح قديم. ف حسين كمال ادى في المولد لعادل امام اربع جمل. حلاوة سمسمية بمليم الوية، حلاوة سمسمية بمليم الوية، أربع كلمات. كان ده دور عادل إمام في المسرحية؟ ده دور عادل إمام في المسرحية. هو بقى عامل بياع بالصاج ده. أنا ما شفتش المشهد، بس سامع الصريخ بتاع الستات في الصالة والضحك رهيب. من أربع كلمات؟ ضحك فظيع. هو بقى عمل لبس بقى الفلاح والجلابية وشايل البتاع ده وعمل أربع جمل. صلاح عادل كان بيقولهم الصاله بتصرخ من الضحك. انا شايفها في الكواليس. انا عملت معاه من ست سنين كده رئيس قسم، استاذ رئيس قسم، عامل ابو نجوى ابراهيم. ايوه مظبوط. فرحت اول ما رحت قبل التصوير فهو كان بيعمل بروفه وانا قاعد بره كده يا اولادي وعملوا لي حلاوه سمسميه مليئه. عارف ان الحته دي بتضحك حضرتك. ايوه ما. ايوه ده حكيت ده هو بيقولها بقى بيرجعنا ايه بقى للماضي. يعني للماضي. حلاوه سمسميه مليئه. طب استاذ رشوان، شايف ان استاذ عادل امام قدر يحافظ على نجاحه السنين دي كلها ازاي؟ يعني انه يفضل انا رايي الشخصي اولا رايي ان عادل امام موهبه عالميه، ما فيش حاجة ما عملهاش. حتى أنا قلت أنه مثل الشيطان صح، ما فيش حاجة صح. وبعدين ربنا اداله وش يعني بيتغير بيليق عليه كل حاجة. دي موهبته بقى. بالإضافة أنه هو طبعا إنسان مثقف جدا. بس هو على فكرة كان زمان في ممثل ابراهيم الصحن قال له يا ابني، عشان هو قريب نجم تاني يعني، قال له الابتسامه والعينين هي اللي بتوصل النجم. ابتسامه النجم او ابتسامه الممثل ده او عينيه. فمن احلى الضحكات عادل امام ابتسامته بتضحك فعلا. شوف وما يرفع حجبه ويعمل حاجه، اذا ابتسم كده لازم ما تضحك. على فكره في ناس كتير من يعني بعض الفنانين، حتى انا يعني كنت اشوف الدكتور بطرس غالي بيتكلم رئيس الامم سكرتير الامم المتحده كان وبتاع وزير دولي، فمره عمل برنامج كانوا عاملين له حديث فضحك، اكتشفت ان ابتسامته جميله جدا جدا جدا. ده طبعا انا في يوم ما فكرتش ان في يوم حابه الدكتور بطرس غالي الله يقدس روحه بقى. المهم شائك كنا مع نجمتنا سميحه ايوب كنا في تونس او المغرب فمعالي السفير عزمنا، هو كان موجود هناك وهم قاعدين بيكلموا كده، قلت له معاليك عايز اقول لك حاجه. قال لي ايوه حبيبي. قلت له انت ابتسامتك جميله جدا. طبعا هو حاجه مش في دماغه، مش مصدق. ايوه قاعد يقول له ان ابتسامتك جميله. ابتسامته في ناس يعني من النجوم ضحكتهم ابتسامتهم جميله صح، يعني تحب تشوفهم ما يبتسم. وحضرتك واحد منهم. انا يا حبيبتي ده من ذوقك بس. والله حضرتك واحد منهم. ربنا يخليك. احنا بقى المسلسلات الدينيه انا عملت كثير في المرحله وانا في سنك كده، عملت اغلب الادوار الدينيه. بس احنا عندنا شباب اللهم صل على النبي، يعني الممثلين الجيل الجديد من الجيل المتوسط والجايين اللي بعد يعني
يعني خالد النبوي والسقا وانا معجب بمحمد امام قوي. محمد عادل امام طبعا انا ما شفتوش بيتطور جدا يا محمد شاطر ومجتهد. انا ما عنديش فكره مصطفى شعبان كمان طبعا مصطفى كل طبعا كل واضح ان دول حبوا التمثيل. وبعدين انا شفت مشاهد في مسلسل مع بين محمد امام وعداد الخولي طبعا تمثيل رائع. عداد الخولي ممثل عداد الخولي غول لا كوميديان ايه انت شفت الناس اللي في التالت ولا لا؟ ايوه الناس اللي في التالت شوف بيعمل ادوار شر قد ايه. وكان عامل اولا هو حصل خلاف بينه وبين اسامه انور وكاشه والفيشاوي. انا ما مثلت الناس اللي في التالت قلت لو قعدت شهر بقى كويس. هم من كتر الدراما اللي فيها صح. انما هم بقى فاروق الفيشاوي ربنا يجعل ارض الجنه يا رب ورياض الخولي خلوا الناس تصرخ من الضحك وهم في صراعات بينهم الاثنين. لا هو فاروق الفيشاوي استاذ فاروق الله يرحمه دمه خفيف جدا. فاروق شوف فاروق له قصه جميله معايا هو ما بينساهاش يعني الله يرحمه. وحتى هو مريض كان بيعمل مسرحيه جلال الشرق لما اتعملتش دي فشافني من فوق يا حاج يا حاج ونزل يا حبيبي. هو انا كنت بعمل مسرحيه نرجس مع الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني. وبعدين دخلوا طلبه ضارين كده كنا بنعمل مسرحيه نرجس والاستاذ عبد الرحيم الزرقاني كان معلم طبعا معلم تمثيل معلم. والاساتذه اللي اشتغلنا معاهم كل واحد ليه كان مدرسه يعني كان معلم. فاحنا بنعمل بروفة نرجس كده دخلوا بعض الشبان الصغيرين فاستاذ عبد الرحيم قال لي يا رشوان. قلت له ايوه استاذ عبد الرحيم. قال لي الولد ده ممثل كويس. قلت له ده نجم يا استاذ عبد الرحيم ده كانش ممثل نهائي لسه. قلت قال احنا رايحين نشتغل. فاروق بقى كان دقنه صفرة يعني دقنه صفرة شوف شعره غم شوية انا ما كان دقنه صفرة. وبعدين استاذ عبد الرحيم الزرقاني اداله ايه اول بطولة في المسرح القومي. انما هو عنده قدرة للكوميديا قدرة الدراما وبيعمل بيعمل في الجراج لا بيعمل كل حاجة. فاروق الله يرحمه فاروق كان انسان جميل انسان طيب وجميل ومحب للحياه. ده جميل 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 وبسيط وبسيط ما عندكش فكره ازاي يعني. انا كنت احبه. هو قال لي انت قلت لي بقى مره ان انا شبه ايرو فلين وانا صغير. قلت له ايوه انت ايرو فلين طبعا ما لهوش عليه ولا انت عليه. قلت له كان انت فيك شبه ما ايرو فلين. فضل شوف لغايه ما بقى فاروق الفيشاوي وبقول لي انت قلت لي انا شبه ايرو فلين. قلت له ايوه كان فيك شبه منه صحيح. انا كنت بحبه يعني الحمد لله انا جميعهم بلا استثناء. ما شاء الله على حضرتك تاريخ كبير ربنا يخليك. خلينا بقى نرجع للبدايه. ايوه مين اللي شجع حضرتك على التمثيل؟ ما انا قلت لك الاستاذ اللي لا مش في الفن مش من في الوسط البيت في حياتي في عائلتك. ابويا الله يرحمه كان محب الفن وكان صديق محمود المليجي وكانوا العيله بتاعتنا دي كانوا يروحوا شهروا في احمد الدين وحاجات كده. فكان في صداقه بينه وبين محمود المليجي وانا مره اروح سينما انا هو رياض الاصاب ويا توفيق بيه بتاع وحاجات كده يعني. بابا بقى بيحب الفن. امي لا تنام الليل اقامه لله سبحانه وتعالى. حتى كانت لما تتوضى تبكي اقول لها ماما بتبكي بتتوضي يعني درجتها عاليه جدا. ابويا يديله فلوس ما يسافرش معانا وانا وبابا بس لوحدي نطلع نصيف. ايوه امي ما تروحش بلاج ولا حاجات من دي يعني تقعد في البيت قاعده في بيت ما اروحش المصايف يعني كمان. فانا وابويا كنا نطلع تصيف نصيف مع بعض احنا الاثنين. هو بيحب التمثيل. وبعدين يمكن انا اقول ايه افلام مصريه فيلم عبد حافظ اللي كان فيه ايمان ده اللي بغني لها في المركب هو رحمه رمزي شفته انا وابويا في سينما فيمنا. فيلم
كان فيها شاهين بحب مدام فاتن، وكان حسين رياض باشا انا برضو بابا اللي شفناه لوحدينا، فهو كان بحب الفن. اما انا حبيت يعني كانوا مع نفسهم يعني علي عمتي كان نفسها ان انا اخلص حقوق وتدخل في الفن. اخش لا يا اشتغل خارجيه اقدم يعني حاجه بعيدا عن الفن. بعيد عن الفن. وحتى لما اتجوزت اميمه رحمه الله عليها قالوا دي اللي هتبطلوا التمثيل، يعني انه هنا انا اتجوزت وحتى مع والدتي كذا سنه اني كنت طالب كان لسه في البدايه. ايوه والله يا بنتي في حياتي ان انا اتجوزت مراتي دي وانا طالب، لانها كنت بنعمل مصايف الحقوق بقى، واختها جارتنا يعني انا ما كنت بشوفها يعني حتى ما كنت اسلم عليها كده مش باهتمام يعني. لا لا مش ساكنه هناك بس نركب الاسانسير اصبح عليها صباح الخير صباح بس ما بتردش حتى. فبالصدفه ادوني تذاكر في المصرف في الحقوق، بعت لاختها بالصدفه كانت هي موجوده اجبروها تنزل. انا ليه اخ من والدتي عنده بنت في سنهم، فثلاث بنات قعدوا يتكلموا فالكبيره الاكبر منها على طول قالت لا انا اتجوز واحد اكافئ معاه وبعدين اتجوز سكرتيره. فاميمه قالت لا انا اتجوز واحد اكافئ معاه ننجح نفرح نفرح مع بعض ونكبر مع بعض. كتبت على نفسها هذا وكافحت وبدأت مع حضرتك. شلتني 60 سنة. وما كانش أكيد كان في خلافات بينكوا يعني عمري ما كانش فيه ولا شوفي يعني الخلافات العادية الزوجين العادية إنما ال- 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 إزاي كنا احنا بمر بظروف قاسية الفن يعني يعني تبقى مشهورة وبنركب اتوبيس ومفيش لا انتوا بتركبوا اتوبيس زينا ايه ده؟ ايوه انتوا بني ادمين زينا معانا يعني مفيش فلوس مفيش فلوس كريم. كان في واحد زمان ربنا يغفر لي راجل في الحقوق كان في العقود يعني بيكره الممثلين كرهته انا فايه؟ لا راجل كان فظيع عشان العقود تخلص منه خلوه ايه ياخد توقيع زمايله يعني. فهو ايه كنا عندنا تصوير مثلا في الشتاء فمستنيين ياخدونا العربيات قال جاي يجري جاي يجري علشان اذا الساعه 9 جت وما في حد اتاخر لا ما مدهمش فيبقى ماسك الورقه كده الاذن بتاع مدام زوزو نبيل ورق نص ساعه نص ساعه ب 40 جنيه هو مش عارف ان النص ساعه دي زوز نبيل قعدت تعمل بروفات شعر عليها. ايوه طبعا بشعر بروفات هو بالنسبه له بيحسبها فلوس هو قدامه بقى نص ساعه ب 40 جنيه ب 40 جنيه لا وايه ويمسك العقل كده كويس ما حصلهاش حاجه يمسك الاذن كده ويقول ايه نص ساعه ب 40 جنيه فابص الاقي زمايله جاني يقول له يا فلان انا جاي ان انتخر 5 دقايق مواصلات يقولوا ما انتش ماضي يا سيدي عشان يحيوه عشان يمضي هو حالته النفسية كده بقى طبعا. طب بما ان حضرتك جبت سيرة زوج يعني مراتك تمام اميمة رحمة الله الله يرحمها ويحسن ادي بقى نصيحة للشباب عايزين نصيحة من حضرتك ومن خبرتك للناس اللي دايما بتتخانق وحياتهم والشباب واسرع حاجه الطلاق واسرع حاجه الخلاف واسرع حاجه نبعد. النصيحه الاولى للشباب الرجال الرجال انه لا يتصور انه بيربي الانثى اللي بيتجوزها تمام ان هو ايه بعمل فيها كده في الخطوبه عشان اعودها على طبعي علشان تمشي على مدرستي طب يفرض ناس كمنه صح وقلمع منه صح ها تكفرها ليه؟ بتقول لك مع السلامة صح ها؟ صح. دي حاجة. الحاجة التانية أن يخلصوا لبعضهم. الإخلاص هو الأساس. أنا بفضل الله مع حياتي دي كلها عمري ما بصيت لامرأة غير مراتي ولا يعني خنتها ولو بالنظر ولو بالنظر. وعشان كده بقى الرحمن بقى أكرمنا إيه؟ وهي كانت انا بقولها من اولياء الله تقول الكلمه تحصل
يعني كان فيها شيء لله. حجينا انا وهي 7 مرات ما شاء الله. اه غير العمرات طبعا ما شاء الله. لله ايه يعني ايات الله في خلقه معايا بكلم الرحمن مش عارف هو في فضله. انا هقول لك اول حجه في حياتي القرآن بيقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ده أنا بقى هموت في سن 40 أحج أكون في مكة وأنا عندي 40 سنة. كان عندي 39 سنة. فأنا أمي كبيرة قلت لها ماما نطلع نحج ما كانش في غير قرعة أيامنا. اه فكانت عملته رحت كتبت مسافر كبيرة كانت هي بقى. اه رحت كتبت طلب باسم اسم ماما وأنا مفلس معيش فلوس رحت كاتب طلب اسم أميمة ما طلعتش في القرعة. تمام. وطلعت أنا ومن الناس مسنة يعني. تمام. في الستات في العمارات في العمارة بتاعتنا بإيه والجيرانها يعني بيحبوها يتباركوا بأمي. فواحدة حصلت لها حادثة في المدينة دكتورة. أوه. فقالت لماما قالت لي أنا مش هحج. أوه. مش هحج. قلت لها طب أنا عامل إيه أنا طب أنا مرافق. أوه. ما كانش قالت إيه يا سيدي أنا بشوف الكعبة لوحدي أنا يعني أنت تاخد بالك. المهم أنا لفيت مصر وتوسطت وصاية علشان حد يحل لي مشكلة الحج دي مش عارف. نفسك تطلع بقى عايز 40 سنة أكون في مكة عايز في سن 40 أكون في مكة. اه فقلت خلاص أسافر الكويت وأركب قافلة وأروح بالأوتوبيس من إيه بس المهم 40 سنة أكون هنا في الحج. تمام. ويشاء الرحمن إن أنا جاي بالليل بتاكسي أنا والحجة أنا قاعد كده وهي زي كده وداخلين على بيتنا في الزمالك. اه لقيت السيد ممدوح سالم وزير الداخليه نازل من العماره اللي جنبي كان بالليل. سبحان الله. رحت مدخل مراتي ورحت عايز تتكلم اه رحت قلت الباب السيد ممدوح سالم بيعمل عندكم عندي. قال لي ما هو ابن عمه هنا ربنا يجعل ارض الجنه ابراهيم بيسلم. انا بدعي له اصل ذكرت لازم ادعي له ابن عم ممدوح بيه. ف قلت له خد لي معاك كنت بعمل مع المخرج الكبير محمد فاضل القاهره والناس جت مراته وهي في المطبخ كده قالت لي قريب ممدوح سالم مستنيك. هو بقى قمر احلى من رشدي اباظه كان كمان ابن عمه ده. فضربت الجرس كلاسيك هم عيله كلاسيكيه يعني كلاسيكيه اه اغنياء وكلاسيك يعني مش اللي شغال يلبس جلابيه لا لا في يونيفورم والحاجات يعني كده. اه قال لي يا رشوة انت ساكن جنبي ده انا بحبك. الله. انا بحبك يا رشوان ده ايه في ايه بديك على ارض الجنه يا رب يا رب. قلت له انا عايز مراتي تحل مكان امي. قال لي هادي شغلانه ولا شغلانه سبحان الله. انا بقولها على الهوا راح مكلم اللي هو حتتك مساعد اول مع الوزير يعني. أوه. قال لي الساعه 8 قال له رشوان توفيق عايز يحج مع حج مراته. قال لي 8 قلت له 7:30 واقف على الباب 7:30 رحنا الداخلية بقى دخل لوحتات الله يرحمه يعني واستقبلني استقبال جميل جدا وخلص الورق وبعدين إبراهيم بيه رحمة الله عليه رحنا كان عند اللي هو الأنصاري دخلنا الجملة دي ما أنساهاش. شوفي بقى من سنة 73 ما أنساهاش اللي هو الأنصاري قال لمأمور قصر منين اللي بعد كده بقى اللي هو الأعصر مصطفى الأعصر قال له لم يحدث ولن يحدث. شوفي باللغة العربية أن تحل امرأة أخرى مكان التانية يعني تحل السيدة أميمة مكان أمي مكان مكان والدة حضرتك بقى له كده اللي هو الأنصاري مستحيل لم يحدث ولن يحدث مرة أخرى يعني خلاص يعني قفل لك هي بقى كان عندها 32 سنة وشوية وأنا عندي 39 اه وخارجين نجري من بيتنا بقى وركبنا العربية لقيت غنوة أم كلثوم والله في التاكسي ما معناش عربية راكبين تاكسي بقى يودينا المطار لقينا غنوة أم كلثوم بتاعت الحج بتاعت الحج اللي بتاعت يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي سبحان الله الغنوة دي سبحان الله لا اله الا الله والله يا ربنا هي أميمة ربنا يجعل أرضها الجنة بقت أشهر زوجة فنان توفت
كان في 4 أيام على الحج. دي كانت تالت حج على ما أظن لنا. فأنا بقول لها إيه؟ هي واقفة في المطبخ عمالة تعمل تغسل حاجة كده. فأنا شقيت دورين، دور تحت الأرض ودور فوق. فبقول لها يا ماما ما كانش ربنا كتب لنا الحج السنة دي. فراح رفع عليها وشها للحيطة. قالت يا رب تكون هدية منك. والله ما عديت 5 على ايدي لقيت التليفون بيضرب، مش موبايلات بقى ايامنا. لقيت الحاج عبد السلام امين مؤلف العظيم الشاعر العظيم اللي الف عمر بن عبد العزيز ودول اللي مش عايز تحج. والله زي ما بقول لك كده وحياه ربنا. قلت له عندك فيزا؟ قال لا ده احنا هناخد فلوس، هنعمل الاي ار تي مناسك الحج وبديع عندي هتعمل مراتك في. قلت له بس انا بقى في الحج مراتي بتبقى كتفها في كتفها بتطلع عمرات لوحديها وانا بطلع عمرات لوحديها. كانت تطلع معها سيد راضي يقول لها الاوضه بتاعتي زي اوضتك. الاوضه بتاعتي زي اوضه، يعني مش اوضتها تبقى كده، لا زي اوضتي زي رئيس البعثه هو سيد بقى. سافرت. قال لي انا قلت للشيخ صالح رحمه الله عليه على مراتي، قال لي الظروف لا تسمح. فهي قالت لي انت قلت وانكتبت لك. قلت لها فين باسبورك يا ماما؟ فين باسبورك؟ ادتني الباسبور لقيته منتهي. الساعة 8 الصبح كنت في الجوازات. بتجدد. اجددته الساعة 11. والله يا احمد يا ابني كده. الساعة 11 رحت اديلهم الباسبور، دخل شاب سعودي جميل. الأوضة بقى مليانة ناس، أوضتين قد أوسع من دي كده يعني. لقيت الناس بتقف، ده بيقف وده بيقف وده بيقف وده بيقف. وهو راح سايب العالم ده كله جرح واخدني بحضنه. سبحان الله. مين بقى؟ قال له فلان فلاني نائب رئيس الشيخ صالح وعضو مجلس شيوخ معرفش ايه. وانا بقى ببساطة كده قلت له انا مراتي كتفي في كتفي في الحج. قال لي بكره هتيجي تلحق الفيزا اتمنى في يوم حرام. لا والله. ومشي الموضوع وسافرت. سافرت انا وهي طبعا. بس الحاجة باظت من المخرج ما عملش يعني ما كملتش واختلف مع الحاج عبد السلام يعني، انما انكتبت. سبحان الله. وهي والله عملت كده بس. ربنا يرحمها يا رب. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة. الله يا سلام. ويدي لك الصحة. الوقت عدى بسرعة. أنا ده أنا طولت عليكم. لا ده بالعكس. احنا زي ما بيقولوا التلفزيون بيتي. لا أنا حكيت لكم كأنه بيتي. طبعا بيتك إن شاء الله يفضل بيتك. وقناة النهار بيتك وبرنامج وشوشة بيتك وإحنا كلنا. أنتوا أكرمتونا. يشرفنا. شكرا جدا إن إحنا بحضرتك. تسلم يا حبيبي. تعبنا حضرتك النهاردة معايا. لا أنتوا شرفتوني أنا. أصل أنا أي حتة بعتبر التلفزيون ده أنا جزء منه. طبعا. وده يشرف يشرف لأي قناة ولأي تلفزيون وجود حضرتك في التلفزيون. مرة حصلت حريقة فيه، الناس بقت تجري، أنا بقى كنا بنعمل حاجة إسلامية، نزلت بقيت أنا ماشي في المية كأن بيتنا اللي اتحرق. سبحان الله. المية كده والناس. عشان عشت فيه في التلفزيون أكتر ما عشت في بيتك. أيوة خالص، بخرج الساعة 8 أرجع 1 أو 2. شرف لأي تلفزيون استضافة حضرتك. نورتنا وشرفتنا. شكرا لحسن متابعتكم، أشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.